نروح نشوف في أجواء رمضان دلوقتي ولمة الأصحاب في التقرير التالي، وبعدين هنخرج منه على فاصل وهنستقبل بقى الضيف العزيز جدا كابتن شريف عادل منعم. اتفضل. شهر رمضان زي الاجواء بتاعتنا الطبيعيه المصريه، بس بيختلف غير اي سنه. طبعا الاجراءات الاحترازيه احنا مهتمين بيها جدا في رمضان عشان موضوع الكورونا، لكن الطبيعي ان العائلات بتخرج طبعا في رمضان وبتسهر وبتسحر بره، وفي عندنا اقبال بس بسيط جدا غير كل رمضان. بصراحه هو اجواء رمضان لازم ننزل يعني عموما، والواحد بقى مكبوس شويه بعد الفطار فلازم ينزل يغير جو يعني وكده. وبصراحه الاجواء في مصر جميله يعني بعد الفطار. نسبه الاقبال هنا تبقى في رمضان اعلى بعد الفطار طبعا، عشان بنقدم خدمات كتير قوي للناس، بنقدم لهم شاشات ديجيتال، بنقدم لهم عصاير كتير، بنقدم لهم كل مواد الترفيه اللي هي بعد الفطار، الطاولة، الدومنة. وطبيعة الشعب المصري ان احنا دايما بعد الفطار نهرب من البيوت شوية، وخاصة ان احنا بنبقى صايمين محتاجين نرفه عن نفسنا، بلس ان الجو كمان دلوقتي كويس. يعني المكان هنا في الشتاء بيبقى ساقع جدا، دلوقتي الجو زي ما ساعتك شايفة وحاسة، فلازم نغير الجو. أجواء مثلا ممكن كلها بتنزل بعد الفطار، بتشرب شاي، بتشرب قهوة عادي، ما فيش حاجة معينة. ممكن العصاير بقى عشان رمضان وعطش والناس وكده وبس. هو الكافيهات هي في كل الأيام، بس هي الفكرة كلها في الوقت نفسه. وقت جميل رمضان، شهر تحس فيه كده أنت محتاج الناس حواليك، يعني بعد الصيام وبعد الحرمان من أكل وبتاع والكلام ده كله والصلاة، فبتحس لأ طبعا محتاج أقعد، محتاج أحس تاني بالروح، الروح الصحاب والعيلة كده يعني. فالقهاوي هي بس الميزه في القعده نفسها وفي اللمه نفسها يعني. لا هو العموم بننزل عشان نتمشى، لكن السحور دي بتبقى مره مرتين في رمضان، لكن معظم الوقت ما عايزين ننزل نتمشى، نهضم بس الفطار اللي احنا كلناه. هو كل الموضوع ان رمضان ما بقاش رمضان من غير لمه، ما بقاش طبعا السهر طبعا بعد الاجواء الطقوس الدينيه، لازم كلنا طبعا نخرج وننبسط، ما بقاش رمضان فعلا الا لما يكون لازم نتجمع فيه كلنا طبعا يعني. طب اسالي الوقت الكبير ده ان انا بنزل على القهوه مثلا مع اصحابي او كده، بنزل اشوف مسلسلات لو في ماتش برده بتابعه او كده، بس يعني ده بعمله بعد الفطار. شهر رمضان بيبقى فيه قاعده مع الصحاب، قاعده اجتماعات، عزومه هنا، عزومه عند اهلك، عزومه مع اصحابك، سحور مع اصحابك، سحور مع اهلك، تقعد مع اهلك شويه. برضو الاجواء الرمضانيه والتراويح والصلوات وكده، برضو الموضوع ده بيعمل فرق يعني مع الواحد يعني. لا هو عامه والله بعد الفطار بيبقى اجواء رمضان، بتبقى حب ان انت تقعدي في كافيه او تقعدي في تنزلي الشارع اكتر يعني. وفي العادي ان هو بنحب نقعد في كافيه، بس اجواء رمضان بتبقى اجواء تانية يعني عن الايام العاديه. فلو في ماتش بنحب ننزل نتفرج في اي كافيه على الماتش او مع صحابنا يعني كعموما. هو طبعا اهم حاجه بعد الفطار بننزل مثلا، اهم حاجه اللمه مع الصحاب، بنقعد على قهوه مع بعض بعدها بشويه بنتسحر كده، فهي احلى حاجه اللمه، لمه الصحاب في رمضان يعني بعد الفطار. ده شهر بنستناه من السنه للسنه، لازم يبقى مختلف في كل حاجه، في مشاريبه، استقبال عائلات جديده، الشباب طبعا الرجل بتخف شويه، لازم يبقى انت مركز على العائلات اللي هي بتقعد تتسحر معاك ماشي، وكل سنه وانتم طيبين.